اسره مكونه من 5 افراد منهم 2 واخدين دبلومات زراعه. قلت لهم ما تقفوش ما تبصوش ان انتوا هتتعينوا حكومه ولا كده ولا كده، الحكومه الله يقويها في اللي فيه، احنا عايزين ننتج زي ابهاتنا وجدودنا معلمونا ان احنا ننتج من الارض، ننتج من الارض. وقلنا لهم الخمس فدين حلوين قوي، ان احنا لا طايلين ميه ولا طايلين اي مرافق ولا طايلين حد مشتكين. والنقابه خدت 90,000 النقابه حاليا دلوقتي بعت لنا انذار ان انتوا ما تخشوش الارض، وفعلا رحنا الارض منعونا، الغفير منعنا ان ننزل الارض، غفير النقابه منعنا ان ننزل الارض حضرتك. طب نروح لمين؟ عملنا شكوى في الوادي النطرون ان الناس دي منعتنا، لحد دلوقتي الشكوى تركنت ولا عملت اي شيء؟ ما عملتش اي شيء، ولا بقى لنا دلوقتي اكتر من 20 يوم ممنوعين ان نروح البيت بتاعنا نقعد فيه، بيتنا اللي هو بيتنا اللي احنا بنيناه على حسابنا ممنوعين ان ننزل فيه. طب ما نشتكي لمين حضرتك؟ انا مش عايزين توصلوا صوتنا للمسؤولين، بيخافوا ربنا. احنا عارفين ان البلد فيها شق فساد بس فيها شق صالح كتير، ومنهم منهم رئيس الجمهوريه اللي هو وفى بوعده في القناه السويس اللي انعملت في بانجاز الوقت اللي هو حديده حضرتك. فنفسنا ان الناس دي تنظر لنا بنظره عطف واخوه وحنان. ان احنا حاولت تروح النقابه تاني ولا ما لقيتوش؟ النقابه بنروح لها حاليا دلوقتي، منعنا ان نخش فيها كمان يعني، موقفين وحطوا يافطه تاني على النقابه، على النقابه العامه للفلاحين، وواقفين بودي جارد قدام النقابه منعنا ان نخش. نتصل بيهم ما يردوش علينا، وبعت لنا انذارات ان انتوا مالكوش ارض عندنا. نروح لمين نسال؟ نروح لمين حضرتك؟ نشتكي لمين غير الله سبحانه وتعالى والمسؤولين عن القائمين في البلد الدوله؟ حضرتك انا ما بتكلمش على لسان انا لوحدي، انا بتكلم على مشكله اكتر من 500 واحد زي ضحيه للنقابه، النقابه العامه للفلاحين. في ناس لحد دلوقتي احنا بقى احنا استلمنا ارضنا وقعدنا على في بيت صغير، في ناس ما استلمتش خالص لحد هذا الوقت اللي احنا فيه. 3 سنين دلوقتي الناس دي حيرانه، اللي عارفه تروح فين ولا تيجي منين، ما استلمتش ارض. احنا لما اشتكينا سلمونا قطعه الارض وبنينا عليه، وبقوا زعلانين ان احنا بنينا، انتوا خايفين ان احنا ناخدها منكم، انتوا مش عارف ايه. لما صلحت الارض على حسابي الاستاذ فارس بيه يقول لي انت عملت لي فتنه في الحته، بقول له عملت فتنه ان انا صلحت الارض على حسابي؟ انت المفروض تشكرني عشان الناس تعمل زي بقيه الفلاحين يعملوا زي. قال لا ده انت عملت لي فتنه والناس بتقول اشمعنى عملتها، انا صلحت الارض على حسابي. فحضرتك انا ما بتكلمش لنفسي لشخصي، انا عندي 56 سنه يعني خلاص يعني في ايامي الاخيره يعتبر خلاص انتهى العمر فات، بس انا بدور على فيه شباب بعت اللي وراه واللي قدامها ولا استلموش ارض لحد هذا الوقت اللي احنا فيه. حضرتك ما استلموش اي حاجه لحد دلوقتي، حسبنا الله ونعم الوكيل.